شارك في هذه الطاولة المستديرة 5 أشخاص وشخصيات مرموقة. اسمي أنا دافيد مارتينون، سفير مسؤول عن الشؤون الرقمية، وإنني سأتناول هذه الأمور بشكل رئيسي بالفرنسية الآن. كنت أقول بأن المشاركين عفوا بهذه الطاولة المستديرة شخصيات مرقومة جدا، السيدة أودري أزولي وهي المديرة العامة لليونسكو، والسيدة حاجة واتارا وهي وزيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في البوركينا فاسو، والسيد ستيفان غيشار رئيس شركة أورانج، والسيدة إيزابيل فالك بيوروتا وهي رئيسة المتهية مدتها المؤتمر الدولي مفوضي حماية البيانات والخصوصية، ورئيسة اللجنة الوطنية المعنية بالمعلومات المعلوماتية والحريات، والسيد أي كان. من منكم لاحظ أو اطلع على أن الموقع الشبكي لمنتدى حوكمة الإنترنت قد تم الاعتداء عليه اليوم؟ وبالنسبة لنا منتدى حوكمة الإنترنت بالنسبة لنا ولأهميته العالية قد تم الاعتداء على موقعه الشبكي، هذا دليل بحد ذاته. ولقد أنشئ المنتدى هذا من طرف مجتمع مؤتمر قمة مجتمع المعلومات منذ عام 2005 لكي يعنى بكل ما يتصل بالعالم الرقمي، ومن خلال صلاحياته هو أيضا رفع التوصيات بشأن كل ما يتعلق بالعالم الرقمي. وكما لاحظتم فإنه من بين أعضاء فريق النقاش الآن هناك شخصيات سياسية بجانب أيضا شخصيات من عالم الأعمال. سأعطيك الكلمة مباشرة سيدتي المديرة العامة لليونسكو، لأن لك ارتباطات مباشرة بعد ذلك لكي تطلعين على ما تقوم به منظمة اليونسكو فيما يتعلق بالعالم الرقمي. شكرا جزيلا لكم وأهلا وسهلا بكم جميعا هنا في صرح اليونسكو. للأسف الشديد كان علي أن أغادر هذه الجلسة، ولكن أصريت على البقاء فيها لأهميتها بالنسبة لنا. بالنسبة لنا في اليونسكو فإن التحديات المتعلقة بالعالم الرقمي عديدة. التحدي الأول هو عدم ترك أي فرد أو أي طرف أو أي مؤسسة على قارعة الطريق، إذ أن الطابع الشمولي والعالمي لليونسكو يدفعها فعلا للعمل على هدم أو على ردم هذه الهوة. ونحن من لدن عملنا اليومي نرى فعلا تلك الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة، وهذا بحد ذاته يحمل بذور انعدام التوازن. لذلك فنحن نعمل أيضا بما فيه منفعة ومصلحة العالم بأجمع. فعندما ننظر فعلا إلى ما هي أثر ما هو أثر الإنترنت والوصول إلى الإنترنت على صعيد الفرد وعلى صعيد أيضا الوصول إلى سوق العمل، كما هو أن الهوة كبيرة جدا بين الرجال والنساء. وإنني لابد وأن أشدد كما أفعل دائما أن نفعل على أن نعمل من أجل ردم هذه الهوة، كما أنه من بين صلاحياتي أيضا العمل الذي نطلع به هو ردم الهوة أيضا بين المناطق الجغرافية. إن المسألة الأولى التي نعنى بها نحن هنا بهذه المسائل على صعيدنا في اليونسكو هي مسألة التعليم.
تعليم كل ما له صلة بالعالم الرقمي لكي يكون تعليم كل التقنيات الرقمية من في صلب البرامج التعليمية والمناهج التعليمية، ولكن أيضا من أجل التثقيف على وسائل الاتصال لمعرفة التمييز بين المحتويات التي نراها في الإنترنت، كما وأننا نعنى أيضا بالعالم الرقمي من زاوية العلوم، لأن التقنيات الرقمية نابعة من العلوم، وهذا يجعلنا أن نعمل من أجل تقديم الدعم المساعدة للدول الأطراف في هذا المجال، كما وأننا نرى بأن في ذلك تحدي ثقافي، حيث أننا نعيش اليوم في عالم أو فيما يتعلق بالعالم الرقمي أو عالم الإنترنت لا يمكن نعته بالعالم المتعدد، حيث أن شبكة الإنترنت التي يمكن من خلالها نشر المعارف لا سيما المعارف العلمية لا يستفيد منها اليوم الكثير خارج الدول المتقدمة، وهذه مسألة أيضا بحد ذاتها ذات أهمية بالغة، كما وأننا أيضا من على صعيد التحديات التي تنبري أمامنا من خلال هذا العالم الرقمي هي مسألة العدالة، عدالة حصول كل صاحب إنتاج أو صاحب إبداع أن يحصل فعلا على المقابل العادل لإبداعه هذا، ولذلك لابد أيضا كما نفعل حاليا العمل على ردم الهوة الموجودة اليوم بين عالم الإبداع والابتكار وعالم التوزيع على صعيد المؤلفات، كما وأنه من بين التحديات الأخرى هي المسألة المتعلقة بالجانب الأخلاقي، فنحن يجب أن نلتزم وأن نبقى في إطار في ذلك الإطار المتعلق بحضاراتنا جميعا، وهذا يدفعنا ويحتم علينا أن نعمل أيضا على الاهتمام وفرض احترام الجانب الأخلاقي، وذلك على الصعيد الدولي، فلا يجب أن تكون هذه الأخلاقيات أو ما ينبغي فرضه من احترام لهذه الأخلاقيات أن تكون متفاوتة حسب هذا أو ذاك، بل يجب أن تكون عالمية يلتزم بها الجميع بشكل واحد. ونهاية يريد هنا أن أشير إلى ما قاله يوفال حراري، وهو فيلسوف إسرائيلي الذي دعا في مؤلفه الأخير إلى وضع أجندة دولية للإنسانيات، وهذا فعلا يقع في صلب صلاحياتنا هنا في اليونسكو، لأنه يجب أن نعمل فعلا على رفع تلك القيم المشتركة، القيم العالمية، لكي نجعل من هذا العالم الرقمي عالما يحترم القيم ويفرض احترام القيم، بدل أن يبقى عالما جامدا أو بعيدا عن احترام هذه الأخلاقيات، كما وأن هذا العالم الرقمي لا يجب أن يبقى فقط عالما جامد عفوا عالما باردا يعنى فقط أو قائما فقط على العلوم الأساسية، بل عالما أيضا يعنى بالعلوم الاجتماعية وغيرها. شكرا جزيلا. شكرا لك السيدة مديرة اليونسكو العامة. سيدتي معالي الوزيرة، أنت وزيرة تطوير الاقتصاد الرقمي في بوركينا فاسو، ولطالما كنت فعلا داعية من أجل نمو الإنترنت الحر في أفريقيا. شكرا جزيلا لك سعادة السفير، إنه لشرف عظيم لي هنا أن أشارك في هذه الطاولة المستديرة الهامة المتعلقة بتحديات الإنترنت
استنباطي أشكال تفكير جديدة. أريد بهذا الصدد أن أشكر الحكومة الفرنسية، وأخص بالذكر السيد جايف لودريان وزير الخارجية وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، الذي وجه إلينا باسم فرنسا دعوة للمشاركة في هذه الطاولة المستديرة. وإنني أشكركم أيضا أنتم سيدي سعادة السفير لدعوتنا المشاركة في هذه الطاولة المستديرة. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، منذ عام 2005، أي عندما انعقدت قمة مجتمع المعلومات، كان هناك 5% فقط من الشعوب الأفريقية التي كانت موصولة بالإنترنت. أما اليوم فلا زالت هذه النسبة متدنية، أي أنها 22% مقابل 80% من سكان العالم الغربي الموصولين بالإنترنت. لذلك فإنه لابد من القول بأن الوصول إلى الإنترنت يعتبر تحديا عاليا جدا في أفريقيا، ولكن إن الوصول إلى إنترنت والتحدي المنتصب أمامنا هو فعلا على أو في المسار الصحيح، حيث أن هناك مشاريع كبرى تعرفها اليوم أفريقيا، لا سيما ما نشهد على صعيد البنى التحتية التي من شأنها فعلا أن تردم هذه الهوة. حتى وإن كنا اليوم بصدد رفع هذا التحدي الهام جدا، إلا أن الطريق بالنسبة لأفريقيا لازال طويلا. إن أفريقيا معروفة اليوم بأنها الإقليم الذي حيث الوصول إلى الإنترنت هو الأعلى كلفة في العالم، فإنني أقول بأن العروض المتوفرة في أفريقيا متوفرة فقط للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشباب. وعندما تسألون هؤلاء الشباب يقولون لكم بأن الإنترنت هو فيسبوك أو تويتر، أي كل ما له صلة بوسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن شبكة الإنترنت تنطوي على الكثير كثير من التحديات، كما أشار إلى ذلك الرئيس ماكرون. على صعيد التعليم فالتحديات عديدة ومتعددة بالنسبة للطلاب، وبالنسبة أيضا لمستخدمي الإنترنت بشكل عام. أما الهوة الثانية، الهوة الرقمية الثانية والمهمة جدا والتي تواجهها اليوم أفريقيا، هي تلك الهوة التي تنطوي على المضامين التي تنشئها الدول المتقدمة الكبرى، علما بأن أفريقيا غير قادرة على إنشاء مثل هذه المضامين لانخفاض قدراتها بهذا الشأن. إن وسائل التواصل الاجتماعي التي أو إن هذه الشبكات مهمة جدا من أجل التبادل تبادل الأفكار وتبادل المحتويات الثقافية، ولكنها للأسف الشديد هي أيضا قنوات للنوايا السيئة مثل خطاب الكراهية أو الشتم أو غيرها. وأن أيضا وإن شعب بوركينا فاسو أيضا قد تمكن فعلا من أو رفض أن يبقى نظام سياسي متمسك بالسلطة، فإن ذلك قد
جرى بفضل أيضا وجود كل وسائل التواصل الاجتماعي التي أشرت إليها، ولكن للأسف الشديد فإن وسائل التواصل الاجتماعي هذه قد سمحت أيضا للشبكات الإرهابية والإجرامية التي أيضا استفادت من هذه القنوات التي تحاول بذلك من التأثير على ثقافتنا وعلى قيمنا. إن ما أشار إليه الرئيس ماكرون على صعيد نظم الإنترنت، إن ذلك يمثل تحديا عاليا جدا، ألا وهو منع الوصول إلى الشبكة مع حماية الخصوصية ومع فرض احترام التعددية وحرية التعبير. وهذا كما قلنا تحديا عاليا جدا، أي أن ذلك هو أو يأتي بجانب أيضا ما ذلك التحدي الذي تمثله تلك الشركات الكبرى في العالم الرقمي أو ما يسمى بالجفام، أي جوجل وغيرها. ونحن بهذا الصدد ولاهتمامنا الشديد بهذه المسألة نتابع عن كثب ما يجري على صعيد الدول الأوروبية وعلى صعيد منظمة الـOECD، ومن هذا القبيل فإننا ندعو مثل ما قال الرئيس ماكرون إلى ضرورة فعلا وضع الأطر اللازمة على الصعيد الدولي من أجل فرض ضرائب ورسوم عادلة. وكما نعرف جميعا فإن الإنترنت لا تعرف الحدود ولا تعرف القوانين الوطنية، لذلك فمن المهم جدا فعلا إن لم نقم بوضع ذلك الإطار القانوني العالمي فإن كل الجهود التي نبذلها ستذهب أدراج الرياح إن لم نضع ذلك الإطار الدولي وإن لم نبني هذا الإطار على ما هو موجود حتى الآن. وأريد سعادة السفير باختتام كلمتي بتوجيه الشكر مجددا إليكم وإلى منظمي هذا المنتدى، وعلى وجه الخصوص الجانب الفرنسي، وأشكر فرنسا لاستضافتي هذا المنتدى 13. وقبل أن ننتقل إلى القسم التفاعلي مرة أخرى، أريد أن أوجه لكم الشكر الجزيل وأن أعرب لكم عن سرورنا البالغ أن نشارك من بوفد كبير جدا من بوركينا فاسو في هذا المنتدى، وشكرا. Merci, Madame la Ministre. Votre voix est très précieuse. شكرا معالي الوزيرة. رأيك وصوتك مهم وقيم. أعطي الكلمة لستيفان ريشار. ريشار، أنت رئيس أورانج منذ مدة طويلة ولديكم معرفة ودراية بالعالم الرقمي، وأشير هنا إلى أن مساعديك دائما كانوا حاضرين في منتدى حوكمة إنترنت سنة بعد سنة، وأنكم طرف ذات صلة، دوركم مهم فيما يتعلق بحوكمة إنترنت. أنشأتم أورنج سيبر ديفنس أو الدفاع السيبرني أورنج. ما هو وجهة نظرك فيما يتعلق بمختلف هذه المواضيع؟ الثورة الرقمية وإنترنت مهمة، وما يجب أن نقوله هو أن هذه إشكاليات عالمية تربط بين أسئلة وقضايا سياسية. وعندما نرى الحضور هنا نرى أن هذه القضايا سياسية بشكل أساسي، ولكنها كذلك مرتبطة بقضايا اقتصادية مهمة وقوية. العالم الاقتصادي تحول بشكل كبير منذ 15 سنة. اليوم 4 كبرى شركات الأمريكية، هي في الواقع 5، جافام، جوجل، فيسبوك، مايكروسوفت إلى آخرها، آبل، هي بمجملها وبثروتها أكثر من بورصة باريس. خزينة آبل أكبر من خزانة دويتش تيليكوم، أورنج، فودافون وتليفونيكا.
يمكن أن تشتريها أبل مرة واحدة فقط بما لديها من الأموال. بياتيكس ما يشبه الجافام في الصين، شركات عملاقة، بايدو إلى آخره. إذن النقاش مهم، هل يجب أن نشرع؟ لا. هل يجب أن نشترك قطع الاتصال؟ ما يمكن أن يقوم بقطع الاتصال وما لا يمكن أن يقوم به، ولكن يجب أن نتناسى أننا نحن الفاعلين الاقتصاديين. وأحس أنني بمفردي هنا، نحن الفاعلين الاقتصاديين، نحن في حرب في عالم علاقات القوة هي التي تهيمن فيه، وهذا الواقع يجب علينا جميعا أن نعيه. فيما يتعلق بالتشريع، هناك جدل. الأمريكيين لا يحبون التشريع وتأطير بالتشريعات إنترنت. نجحنا عندما نرى ما نقوم به. الصينيين لا يحتاجون إلى التشريع. أنتم تعرفون كيف أن منظومة إنترنت للصين مبنية بشكل لا تحتاج فيه أصلا إلى تشريعات. الأسئلة نظرية، ولكن الأسئلة بالأخص أوروبية. قضية التشريع، الأوروبيين هم الذين في الريادة في قضية تشريع إنترنت، حتى أننا نحن المهنيين وكأن أي أرجلنا وأيدينا في الوحل. نحن فيما بيننا نتسامر ونقول أن أحسن والمنتج الاستثنائي لأوروبا هو التشريعات. يجب أن نتناقش كذلك في قضية العلاقة بين التشريعات والابتكار. كل مغامرة تكنولوجية لا تبدأ من التشريعات. مثلا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، عندما نرى ما يقتخم به الصين في هذا المجال، لو أمريكيين هم ليس لديهم تشريعات وتقدموا خطوات كبرى. الاقتصاد الرقمي الآن هو 20 منصة رقمية، ما من واحدة منها أوروبية ولا إفريقية، هي أساسا أمريكية وآسيوية. عندما أقول آسيوية بالأخص صينية، كبرى المنصات للإنترنت. يجب أن نعرف إلى ما نرمي. ما هو المشروع الأوروبي بعد 10 سنوات أو 20 سنة؟ هذا السؤال أفكر فيه دائما كمسؤول وكمواطن أوروبي، ولكنني أبقى متفائلا. الاقتصاد الرقمي والعالم الرقمي سيكون أحسن مما مضى. الرقمي سيقدم حلولا لمعضلات تواجهها البشرية منذ عصور وعصور، لا سيما في بعض القارات مثل إفريقيا. أورانج كما تعلمون موجودة بقوة في القارة الإفريقية، وأظن أن الأداة الرقمية ستحول إفريقيا. إتاحة التعليم، الثقافة، الخدمات الصحية، مثلا الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، هذه ثورة في إفريقيا. أداة تمكن من المئات الملايين من الأفارقة من أن تتاح لهم نوع من الخدمات العصرية الإلكترونية لم تكن متاحة في الماضي. إذا عالم رقمي عالم مفعم بالإمكانيات، ونحن نشهد فترة مهمة في تاريخ البشرية. بالطبع هناك تهديدات ومخاطر يجب أن نتحدث عنها ونجابهها. أهم تهديد هو تهديد الأمن السيبرني. إنشاء هذا الفضاء العالمي المنفتح يؤدي إلى نشوء تهديدات كبيرة يجب أن نعيها. هذه الإشكالية الجميع يواجهها، الدول، المؤسسات، المواطنين بالطبع في حياتهم اليومية. السؤال هنا أو القضية قضية رفع مستوى الأمن والسلامة للجميع. الأمن السيبرني والدفاع السيبرني مليء بتكنولوجيات وكفاءات. بالطبع يجب أن ندرب شباننا وشبابنا في هذا المجال. نحن في أورانج قررنا أن نستثمر بشكل كبير في هذا المجال، أولا لأننا نستهدف بالنظر إلى عدد عملائنا والكم الهائل
من البيانات الداتا كما نقول التي نحتضنها في منظوماتنا. إذن ولهذا يجب أن نحظى بمستوى عال من الأمن السيبرني، ولكن بالنسبة لنا هذا المجال كذلك مجال تنموي بفضل الخبرة التي نجمعها، وتوفير هذه الخبرة لكل من يحتاجها. قضية الأمن السيبراني قضية أساسية، فهي ما يجب أن تبنى عليه أي منظومة. هذه القضية تشبه قضية الحماية المدنية، يجب على الجميع أن يحظى بالحماية، وهي جزء من الحماية المدنية. هناك إشكاليات أخرى يجب أن نتعاون بشأنها لكي نواجهها، وهذا ما سيمكننا من الاستفادة من الثورة الرقمية. وراء الهجمات السيبرنية هناك دول، الجميع يعي هذا. إذن لا يجب كذلك أن نعول بشكل مفرط. بالطبع نحتاج إلى حوكمة وتعاون، ولكن أظن، وهذا رأيي كرئيس شركة، يجب أن نكون واقعيين. هذا ما يجب أن نعول عليه. عالم السيبرني عالم مصالح متضاربة، الجميع لا يؤمن بنفس القيم العالمية، والأخبار تؤكد هذا يوما بعد يوم. يجب أن نجد حلولا واقعية، ويجب كذلك أن ندافع عن مصالحنا. نحن مصالحنا كأوروبيين يجب أن نحسن من الدفاع عنها بشكل أحسن. كل الفاعلين على إنترنت ورقمي يعرفون أن أو يعرفون هذا. هناك اختلاف كبير بين مختلف الفاعلين الأوروبيين والعالميين. نحن فيما يعنينا مهمتنا هي مهمة أولا تقديم خدمة إنترنت، لا سيما في إفريقيا، من خلال الاستثمار بشكل كبير في إطار اقتصادي ونموذج اقتصادي مرتبط بشركة خاصة. نحن شركة خاصة، ويجب كذلك على الدول في كل مكان في إفريقيا أن يعتبرونا كشركاء فعليين، وليس فقط كبقرة تدر الحليب يمكن أن نفرض ضرائب عليها مرارا وتكرارا بدون نهاية. نحن نقوم ببناء بنى تحتية، نحن نود المساهمة في هذا التفكير وهذا التأمل هنا في هذا المنتدى، ولكن يجب أن نتحلى دائما بالواقعية. شكرا، شكرا جزيلا إيزابيل، أنت تترأسين الكنيل، وأنت تترأسين المؤتمر الدولي لهيئات حماية المعلومات الشخصية على الإنترنت. إذن كنيل هي الهيئة الوطنية للحرية وحماية المعلومات الشخصية على الإنترنت في فرنسا. ساهمت بشكل كبير في التعريف بهذه القضايا على الصعيد الدولي، لا سيما من خلال المؤتمر الدولي إذن للهيئات الوطنية لحماية الحرية على الإنترنت. أنت أصبحت مرجعا، أو هيئتك أصبحت مرجعا عالميا في هذا الصدد، لا سيما خلال التشريع الأوروبي لحماية البيانات الشخصية الذي ساهمتم في صياغته. شكرا. من الضروري أن نقدم إجابة، وأنا سأقدم إجابة كممارسة في الميدان. سأحدثكم عن الواقع ما كمشرعين لحماية البيانات الشخصية. هذا التشريع الأوروبي لحماية البيانات الشخصية نعم حل، ولكن نرى بأن هذا المجتمع الرقمي يتسع ويزيد ثراء. المؤتمر الدولي للسلطات الحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، 102 هيئة شاركت في بروكسل. إفريقيا شاركت بالعديد من الدول، وأصبحت هذه الهيئة الإفريقية الآن عضوة في المجلس الإداري والتنفيذي لهذا المؤتمر الدولي.
هناك رؤى مختلفة للرقمي وهي مختلفة، بعضها شرعية. نحن نرى بأن هذه الرؤى والتصورات قد تتشابك وقد تختلف وتتواجه. التشريع الأوروبي لحماية البيانات الشخصية الذي تم إعداده لمدة طويلة والذي دخل حيز التنفيذ منذ مايو الماضي، هي مقاربة تهدف إلى الاستجابة إلى واقع، واقع ما نراه في العالم الرقمي وهو أزمة ثقة. تيم كوك الذي كان حاضرا في المؤتمر الدولي قال بأن الأزمة حقيقية. لماذا هناك أزمة؟ هناك أزمة لأن أغلبية الأفراد في كل العالم يحسون أن هذا المجتمع الرقمي ينشأ دونهم، يتناساهم، ولهذا فالجميع يود التحكم بشكل أكبر والمشاركة بشكل أكبر في العالم الرقمي. وهذا ما دفع بأوروبا إلى تقديم هذا الإطار التشريعي أورشي بيدي، الإطار التشريعي الذي يضع الفرد في قلب التشريعات والعالم الرقمي، ويمكن كل فرد من أن يتحكم في تطور المجتمع الرقمي. إذا هذه الاستجابة وهذا الحل حل طموح، مستوى رفيع من الحماية، ولكنه يهدف إلى أن يقول أنه ما من ابتكار مستدام دون احترام الفرد والشخص. وخيار أوروبا هو خيار تنمية رقمية مستدامة لأنها تحترم حقوق الأفراد. وراء هذا الخيار هناك إرث فلسفي بالطبع، ولكن هناك كذلك تفكير ينشئ مناخا مفيدا للأعمال. إن لم يحظى الموظفون أو إن شك المستثمرون، العمال، المستهلكين في هذه التشريعات، فإن هذا لن يكون مفيدا. هذا المستوى الرفيع من حماية البيانات الشخصية هو خيار سيكون ناجحا للاقتصاد الرقمي الأوروبي، لأنه يعزز من الثقة. كما قلت، هناك عدة تصورات ورؤى للرقمي. خيارنا نحن في أوروبا خيار قوي. هل سيصبح هذا معيارا عالميا؟ لا أدري. المستقبل سيقول لنا هذا. المهم بالنسبة لنا كأوروبيين هو أن نحول، أو عفوا أن ننجح في هذه التجربة. هذا الإطار التشريعي سيقدم قيمة مضافة للمشرع، للمؤسسات وللأفراد. وفي الأشهر القادمة سنرى إن كان هذا الرهان ناجحا. ثانيا، أو الفكرة الثانية التي كنت أود التطرق إليها، ذكر في المداخلات السابقة قضية المقاربة المتعددة الأطراف أمام الفضاء الرقمي العالمي. كل الفاعلين سواء كانت الشركات، الدول، المجتمع المدني، المشرعين، كلهم يحتاجون إلى نموذج للتعاون وتعزيز التعاون. وفي الواقع نحن كلنا ما زلنا نترنح ولم نصل إلى هذا النموذج للتعاون. وهناك دراسة قدمت لي مؤتمر العالمي لسلطات حماية البيانات الشخصية على الإنترنت. هذه الدراسة قد هي مساهمة لمختبر حوكمة إنترنت، وأفضت عن خارطة طريق تنظم تطورها مستقبلا لكي تتمكن هذه السلطات التشريعية من التأثير على بناء مجتمع الرقمي. وتخيلت مكانة استثنائية منفتحة لفاعلين جدد متعددة الأطراف، وأطلقت مقترحا كذلك، وهو هل النموذج الجيد للحوكمة لقيادة هذه العولمة الرقمية، أليس من الأحسن أن ننشئ شبكة من الشبكات؟ في الأشهر القادمة أنشأ فريق عمل في المؤتمر الدولي للتفكير
في خارطة الطريق هذه كيفية تنفيذها وإمكانية بناء أمانة عامة لهذا المؤتمر العالمي وإنشاء شبكة للشبكات من خلال المؤتمر العالمي. الفكرة الثالثة التي كنت أود أتطرق إليها هي ما ذكر من قبل الذكاء الاصطناعي. نعم، هذا الموضوع حديث الساعة في الكثير من البلدان، والكثير من المبادرات الطموحة أطلقت في الكثير من البلدان فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولكن الخطر والمخاطر هو أن نصل إلى باتشورك، فسيفساء غير منسقة من المبادرات، وكل مبادرة تقول أنها عالمية وشاملة. وهنا مؤتمرنا، مؤتمر العالمي لحماية البيانات الشخصية على الإنترنت، قدم مساهمة، وأودري أزولي أشارت إلى هذا وقالت أن مؤتمرنا العالمي قدم مقترحا فيما يتعلق بالتأطير القضائي الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. وفي أكتوبر انشأنا منصة، ما يشبه منصة، تحدد مبادئ الأخلاقية لحماية البيانات، وكل السلطات التي شاركت في المؤتمر العالمي أعربت عن نيتها اعتماد هذه المبادئ. هذه المبادئ ليست مبادئ قضائية وقانونية بحتة، بل هي مبادئ فوق وما وراء، إن صح تعبير، المبادئ القانونية. يجب أن تترجم في كل البلدان لكي تكون مصدرا للاستلهام والتأمل فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. البلدان الأفريقية، البلدان الآسيوية، البلدان الأوروبية والأمريكيتين، بلدان مختلفة وثقافات مختلفة، ولكن كلها اعتمدت هذه المبادئ. وفي هذه المبادئ الست، هناك ستة مبادئ، ولكن هناك كذلك نداء لإنشاء إطار مشترك للحوكمة. وأدعم ما تفضل به فخامة رئيس ماكرون لإنشاء ما يسمى بمجموعة الدول العظمى الثمانية، أو مجموعة الثمانية، أو مجموع خبراء سامي ما يشبه الجياك للمناخ، مخصص لحوكمة إنترنت. إذن في هذا النداء الذي أطلقه المؤتمر العالمي أو الدولي لحماية البيانات الشخصية، إطار شرعي أخلاقي لتأطير الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية. هذا ما كنت أود أتطرق إليه. شكرا. شكرا إيزابيل. يوان ستحدث الآن باللغة الإنجليزية. رئيسي غير حاضر الآن. أنت رئيس آيكان، وهي الهيئة الدولية لأسماء النطاقات على الإنترنت. هي منظمة غير ربحية موجودة في كاليفورنيا، في منطقة جميلة جدا، تقدم الكثير من الخدمات، تهدف إلى حسن عمل الإنترنت. أنتم تعملون على البروتوكولات، أسماء النطاقات، الميادين. أنا حضرت اجتماعات للمجلس الإداري واللجنة التنفيذية لأيكان. كل ما تتطرقون إليه مهمة، ولهذا الدول ممثلة في الأيكان. أنت وإيزابيل يمكن أن تقدموا لنا الكثير من المعلومات فيما يتعلق بحماية الخصوصية، البيانات الشخصية. ما هي التحديات الأهم بالنسبة لك؟ أنا ستحدث بلغتي الإنجليزية بلكنة قوية، قد تحتاجون إلى ترجمة من إنجليزية إلى الإنجليزية. نحن منظمة دولية غير ربحية، لدينا ممثلين من 150، أكثر من 150 دولة. آخر اجتماع لنا في برشلونة حضره أكثر من 3000 شخص. نحن منظمة تقنية فنية بحتة، ليس لدينا رأي للنماذج الاقتصادية أو السياسية. نحن عملنا هو أن نسهر على أن يتمكن الجميع من الولوج إلى الإنترنت.
نحن لا نتدخل في ما نوع المعلومات المحتويات، نحن نعمل فقط على ما يسمى بالدومين نيم سيستم، أسماء، منظومة أسماء النطاقات على الإنترنت. كيف نشأنا؟ نشأنا لأنه كانت هناك تحد أصبح فرصة سانحة. ما يدهشني هو أننا كلنا نستعمل الإنترنت لكل شيء، لأرسال بريد إلكتروني، للخدمات المصرفية، وهناك أشياء سيئة على الإنترنت. إذا هناك أشياء جيدة وأشياء سيئة، ولكن كلها موجودة في منظومة واحدة، هي نفس المنظومة. نحن ما نتحدث عنه وما نعمل عليه هو ما يمكن أن يمنع الناس من الحصول على الإنترنت، من الولوج إلى الإنترنت. عندما يتصل أي شخص بإنترنت فإن هناك شيء سحري يحدث، سحر. ولكن هذا السحر قد يضمحل إن حدث مشكل. لقد كانت هناك إشكاليات منذ البداية، والدليل هو أن إنترنت في البداية كان عدد مستعمليها قليل، والآن نحن هنا نرى أن هناك 4 ملايير من المستعملين لإنترنت. ذكرت التشريع الأوروبي، نعم هذا مهم، نحن كلنا نعمل بالشفافية لأن الجميع يود مساءلتنا، كل من يعمل في هذه المنظومة للإنترنت يجب أن يحظى بالمساءلة أو أن يخضع للمساءلة. سؤال آخر يتعلق بالتشريعات هو أنه لا يمكن لنا أن نخضع لنفس المسؤولية. ما يتعلق مثلا بالخصوصية، هناك أمور تمنع المساءلة بشكل شفاف 100%. من حق الناس أن يروا ما يريدون رؤيته. نحن لدينا بروتوكولات تضمن الاتصال، وهذا ما نعمل عليه. ما لا نراه هو أن هناك بنى تحتية ملموسة، لن أسميها بنى تحتية، لأن وسائل شركة تقديم الخدمات الإنترنت هي التي لديها البنى التحتية. نحن لدينا هيكلية تضمن الاتصالية للإنترنت والولوج للإنترنت، وهذا ما يمكن أن نسأل عليه. وهذا مختلف عن دورنا، دور الشبكات الاجتماعية والتي تقدم محتويات. كل الآراء مقبولة، ولكن ما يجب أن نتفاداه هو أن لا نسمح بقطع إنترنت عن أي هيئة أو أي شخص. أرى الناس الباحثين يتبادلون المعلومات، يتصلون مع بعضهم البعض. أنا أتصل مع أبنائي وبناتي بإنترنت، وهنا يقدمون الكثير من المعلومات على إنترنت. أنا أعيش في لوس أنجلوس وهي مكان جميل، ولكن لدي طفل يعيش في أوروبا وأتصل به عبر إنترنت. هل يجب يمكن أن نحرم أي شخص من هذه الخدمة؟ لا. 28 أو 22% من الأفارقة يحظون الآن بإنترنت. ويجب أن يتحسن الوضع. أود أن أحكي لكم قصة. وجهت لي دعوة إلى أمريكا الجنوبية، وكنت أعمل على مشروع قطري لربط الناس بإنترنت. وقلت أن هذا ممتاز قلت أن ذاك أن هذا ممتاز للاقتصاد، ممتاز لإجمالي الناتج المحلي. ولكن الوزير قال لي بأنهم يعززون الإنترنت لأن إتاحة المعلومات هي حق، كانت دائما حقا حكرا للأثرياء. ولكن
إن قدمتم الإنترنت للجميع فإنكم تقدمون الفقراء وتنزعون أو ترفعون عنهم هذا العائق والمعوق الذي كان دائما على عاتقهم، وأصبح لديهم نفس المعلومات التي يحظى بها الأثرياء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يوان. Appears that we still have some. يبدو أن أمامنا بعض الوقت من أجل طرح بعض الأسئلة من طرف الحضور. لو كانت لديكم أسئلة نحن نكون سعيدين بالإجابة عليها. لا أرى أياد ترتفع. بلى، هل من أسئلة؟ Est-ce qu'on peut avoir un micro? Ah, voilà. Do you have a mic? Vous avez un microphone? Hassan, shukran. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bien. Shukran. على المداخلات المختلفة والعروض، أود أن أعود لإطار الـ GDPR أي القانون العام لحماية البيانات على مستوى الأوروبي. أسأل سيدتي، هل هذا الإطار القانوني يمكن أن يتوسع خارج أوروبا؟ خاصة وأن شركات أوروبية كثيرة اليوم تعمل خارج أوروبا وخاصة في إفريقيا، هل هذه الشركات ستضطر لاعتماد هذا الإطار القانوني الـ GDPR؟ ويتحدث أحدهم عن إطار دولي أكثر منه أوروبي. شكرا. تفضلي إيزابيل. الجواب هو نعم. نعم، البعد خارج الأراضي الأوروبية هو بعد مزدوج بالفعل، فالشركات الأوروبية التي لديها نشاطات خارج أوروبا تخضع للـ GDPR، وكذلك هذا القانون ينفذ ويطبق على الشركات التي ليست لديها فروع في أوروبا ولكن لديها نشاطات على الأراضي الأوروبية وبالتالي تخضع للقانون الأوروبي. إذن الأثر مزدوج، أثر تنفيذ هذا القانون مزدوج، وأنتم على حق، هذا يضفي بعدا ليس فقط أوروبي للـ GDPR إنما بعد عالمي. Avons-nous une autre question dans la salle؟ هل من سؤال آخر في القاعة؟ Question ici. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. شربون من تشاد، أود أن أشكر كل المحاضرين على عروضهم. سؤالي أيضا يتعلق بـ GDPR. ما هو الأثر على الرسوم التي تفرض على الشركات؟ هل هذا يحسن التطور وتنمية الإنترنت في النظام العالمي، في بيئة العالمية؟ ما أثر ذلك علينا نحن؟ شكرا. السؤال هو أين تذهب الرسوم أو الغرامات؟ أو ناتج الغرامات. إذا ما تم فرض هذه الغرامة في فرنسا فالخزانة الفرنسية هي التي تستخدم هذا المال أو يصلها هذا المال، ولكن ليس لدينا خطة من أجل تخصيص مردود هذه الغرامات من أجل الإنترنت وتطوير الإنترنت أو غير ذلك أو لأهداف أخرى. شكرا. معالي الوزيرة، هل باستطاعتك أن تتقدمي بكلمة أخيرة؟ فالوقت يداهمنا، تفضلي. أعتقد أن الرئيس ماكرون قد أعطانا ما يكفي من الدروس ومن التوجيهات التي تسمح لنا بأن نتعمق بهذا الموضوع وأن نتفكر فيه. دروس كثيرة هذه لكل حكوماتنا، ونحن سنعمل على التعمق بهذا الموضوع حتى نتمكن من تنفيذ كل هذه التدابير. شكرا. أعذروني، لدي سؤال. هل باستطاعتكم أن تنظروا إلى هذه الجهة من القاعة؟ تفضل. أعذروني، سأحاول أن أكون موجزا في كلمتي. أود أن أقدم نفسي، أنا رئيسة
مؤتمر كامل التفويض للممثلين كامل التفويض في 2002 في مراكش للاتحاد الدولي للاتصالات. وما أود أن أقوله هو التالي: السؤال كما يطرح الآن يطرح من منظار التنظيم والقواعد أو القوانين، غير أننا نعنى هنا بثورة حقيقية، والرئيس ماكرون تحدث عن ثورة حقيقية، تحدث عن العناصر الاقتصادية القانونية الاقتصادية والاجتماعية. إذن أعتقد أنه علينا أن نخترع نمطا جديدا من التشريعات أو القواعد. إن الاتحاد الدولي للاتصالات هو المنظمة الدولية الأقدم قبل الأمم المتحدة وقبل عصبة الأمم، هي ترقى لسنة 1960، وبالتالي لطالما احتجنا للقواعد وللأنظمة، والإنترنت بحاجة إلى نمط جديد من التشريع والتنظيم، نطاق جديد للتنظيم. إذا بالنسبة إلى الإنترنت، نعم، الاتحاد الدولي للاتصالات قد أنشئ سنة 1965 بالتحديد. تفضل سيدي. نعم، صحيح ما قاله السيد، إن ولادة الإنترنت وظهور الإنترنت يطرح تحديات كثيرة فيما يتعلق بالحوكمة، ولكن بالنسبة إلى ما نراه الآن فهو تقريبا شريعة الغاب والفوضى العارمة التي تسود الإنترنت. السؤال الذي نطرحه حول شكل الحوكمة التي نريدها للإنترنت يجب أن يأخذ على الاعتبار عوامل كثيرة وبارامترات كثيرة تعني كل متخذي القرارات السياسية وكل المسؤولين السياسيين، وتأخذ بعين الاعتبار التنوع في العالم، التنوع الثقافي، ما يمكن أن يكون صادما في أوروبا لا يكون كذلك في إفريقيا وآسيا ربما، وبالتالي من الصعب جدا أن نفكر بهذه الحوكمة. من هنا صعوبة المسألة، ومن هنا ضرورة أن نتقدم خطوة خطوة ورويدا، والمفوضية الأوروبية تقوم بذلك. وأود أن أحيي أيضا رئيس شركة اتصالات كما سمعنا اليوم من مدير أورانج التنفيذي، من النادر أن نسمع مدير شركة في القطاع الخاص يرحب بالتنظيم والقواعد والقوانين وإخضاع الشركات لهذه القوانين، وهذه لفتة إيجابية، وهذا يتعلق بحماية البيانات في العالم، وليس فقط لأسباب قانونية، ولكن عبر فيسبوك وجوجل اليوم نعرف، أو من خلال ما يقولونه نعرف أنها ستطبق المعايير، وأوروبا باستطاعتها أن تقدم ما هو إيجابي وما يلتقي والهوية الأوروبية. ففي أوروبا نحن نعي أكثر هذه المسائل بالمقارنة إلى مناطق أخرى من العالم. إذن لكل مساهمته في هذا الموضوع، ولكن الإشكالية هي نفسها كتلك التي واجهناها بالنسبة إلى الاحتباس الحراري، فهي ضرورية ولكن صعبة ومعقدة، وعلى المدى القصير من الصعب أن نجمع كل اللاعبين المعنيين الذين يجب أن يعملوا معا، الشركات، القطاع الخاص، الحكومات وغيرها، من الصعب جدا أن نجمعها، ولكن الصعوبة يجب أن لا تمنعنا من التحرك ومن الإقدام. شكرا. شكرا إيزابيل. كلمة ختامية، قد تحدثنا كثيرا عن حماية البيانات الخاصة أو الخصوصية في البيانات، وتحدثنا عن الاعتداءات السيبرنية والجريمة السيبرنية، ولكن لم نربط بين الاثنين. ولكن خط الدفاع الأول بالنسبة أو في وجه الاعتداءات السيبرنية هو حماية البيانات، حماية البيانات في كنف الشركات، حماية البيانات على مستوى كل فرد، لأن كل منا يشكل الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة. إذن يجب أن ننشر ثقافة تأمين أمن البيانات وسلامة البيانات، لأننا في عالم مترابط ومتشابك، وكل فرد
كل شركة وكل جماعة يمكن أن تكون بوابة دخول للاعتداءات السيبرنية. والحصن الأول هو حماية البيانات. شكرا. شكرا. الكلمة ليوان، تفضل. فلنتحلى بالعملية، نتحدث عن الأمن السيبرني وحماية البيانات. أود أن أسألكم، هل تقومون بتنظيف الكاش، كل الشاشات التي هي في خلفية آلاتكم الحاسوبية، كان الهاتف أو الحاسوب؟ هذا مهم جدا بالنسبة إلى مكافحة الاعتداءات السيبرنية، فابدأوا بتنظيف آلاتكم الإلكترونية. شكرا. شكرا جزيلا. الآن سأعطي الكلمة لمدير عام، لأمين عام المساعد للأمم المتحدة، مدير الأندسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن ننتقل إلى الحلقة التالية أو الجلسة التالية. أصحاب السعادة، أيها الزملاء الكرام، سيداتي سادتي، كمدير للأندسة إدارة أو مديرية الأمم المتحدة لشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تحتضن أمانة منتدى الإنترنت، منتدى حوكمة الإنترنت، يسعدني أن أكون معكم وأن أرأس الجلسة التالية تعزيز حوكمة الإنترنت ومنتدى حوكمة الإنترنت. منذ 2005 قمة مجتمع المعلومات دعمنا الأمين العام في كل عمله المفوض من طرف جمعية العامة، ومنذ ذلك الحين تقوم الأندسة بتنظيم هذا الحدث بمعية دولة المضيفة وكذلك بدعم من فريق الاستشاري متعدد اللاعبين وأصحاب المصلحة. وهنا أود أن أنتهز هذه الفرصة حتى أعبر عن امتناني للمانحين من مختلف أصحاب الشأن والمساهمات السخية في صندوق منتدى الإنترنت، منتدى حوكمة الإنترنت، وذلك على مر السنوات 30 الأخيرة. هذا الحدث لا يتم تغطيته من خلال ميزانية الأمم المتحدة، ومن هنا إن مساهمة أصحاب المصلحة مهمة جدا. المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، قد أقر بأنه منصة للحوار بين مختلف المعنيين بحوكمة الإنترنت، وهذا تفيض جددته الجمعية العامة للأمم المتحدة. سيداتي سادتي، فيما هذا المنتدى ليس جهازا من أجل اتخاذ القرارات، يبقى منتدى يجمع مختلف اللاعبين ومختلف أصحاب الشأن على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وشباب حول موضوع الإنترنت. وفي الوقت نفسه إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأن على هذا المنتدى أن يبين دائما أنه يحرز تقدما خاصة لدى الدول النامية وأصحاب الشأن في الدول النامية. يثلج صدرنا هذا الاهتمام الكبير من مروحة متنوعة من الأشخاص، من أصحاب المصلحة، أكانوا من الحكومات أو من المؤسسات الحكومية أو غيرها، في تحديد الاستراتيجية على المدى الطويل بين اليوم وسنة 2025. سيداتي سادتي، نحن نعيش في حقبة رقمية حقيقية، في ثورة رقمية حقيقية تعتبر الأكبر والأوسع كممكن للتنمية، ونحن نشرف على نهاية سنة ثالثة لتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستديمة. في السنة المقبلة، في سنة 2019، ستعقد الأمم المتحدة منتدى رفيع المستوى حول التنمية المستديمة تدعمه الأندسة، وسيعقد في يوليو تموز تحت أو برعاية الإيكوسوك وكذلك الجمعية العامة في سبتمبر أيلول المقبل. ويجب أن
عزيزة ونبلور كل الجهود ونسرع الوتيرة من أجل خدمة الشعوب ومن أجل توصل إلى أفضل النتائج من خلال هذا المنتدى. في الأمم المتحدة قد أشار الأمين العام إلى أننا نحتاج إلى منصات من الحكومات، من الأكاديميات، من الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يجتمعوا معا ويلتقوا من أجل مناقشة مدونة سلوك وبروتوكولات وآليات تسمح للفضاء السيبرني والتكنولوجيات الرقمية بأن تنفذ من أجل خير الجمعية الإنسانية وأن تكون قوة خير. ونحن في موقع مناسب من أجل مواصلة تنفيذ هذه الرؤية، وفي الأونديسا نتشوق لهذه الجلسة الخاصة حول تعزيز حوكمة الإنترنت وكذلك فريق العمل عالي المستوى أو رفيع المستوى حول التعاون الرقمي. وأخيرا نود أن نوجه الشكر للحكومة الفرنسية واليونسكو على تعاونهما الممتاز مع الأونديسا في الإعداد لهذه الدورة 13 لمنتدى حوكمة الإنترنت. وكذلك أود أن أعبر عن امتناني الشخصي وتقديري للحكومة الفرنسية واليونسكو، وأتمنى لكم منتدا ناجحا.